نبال. اهلا ابو صقر، خير صار صوفي؟ ليش مالك بالشغل؟ اليوم العطله ليش؟ خير خير شو؟ المعلم عازم جماعه سونا، بده اياك تمسج لهم، ادخنا حتى لقيناك. يا رجل انا تارك عنواني عندكم ليش؟ ما اعطوكم اياه؟ شو هالعنوان هاد؟ عمرك شفت عنوان حارة الخزان؟ مين ما سالت بيدلك؟ حط تليفونك يا اخي. انا ما عندي تليفون، انا لو كان عندي تليفون كان ابو زيد خالي. ما بدها شيء، احكي مع المعلم وتاني يوم الصبح بيكون راكي. الو مين؟ نعم موجود. تكرم ريبا قوم طالبينا. خود. الو اهلين سيدي، اهلين سيدي، امرك سيدي؟ حالا حالا سيدي، طبعا سيدي، امرك سيدي، مع السلامة سيدي. مين؟ سيدي يعني مين في غيره؟ شو بده؟ عازم جماعته على الساونا. ريبال؟ ايه لحظة ريبال. قل له يدبر لنا تلفزيون من المؤسسة بدون ما نوقف على الدور. هلا ما حرصي، شغل سيدي بهيك شغلة بلا طعمة، أي واحد من المرافقة بيجيب لنا بتلفزيون، أي مو محرزة؟ مو محرزة؟ لكن بس شاطر يغير لك اسنانك مشان تلفظ سين سين محرزة. ايه طبعا محرزة، لأنه كنت أحكي وما يفهم علي. هديك المرة عم نقول له أنا عم بعمل له المساج، عمل له شو؟ سخسخت سيدي، فهمه غلط، كنا حنروح حالنا. قام قال لي روح ولا روح ساوي اسنانك تضرب بين وديك. الناس بتاكل كمام بتبيع كل شيء عندها، امك بتاكل كمام بتشتري تلفزيون. شو عرفك؟ بجوز بس انتين مشتريه. وشو بدها بالانتين اذا ما في تلفزيون؟ بتفهم العالم انه عندها تلفزيون من غير ما تخسر حقه، يعني بتربح سمعه ببلاش. بلاش. واحد اثنين ثلاث. لك لا تفتحي نزيها. بركه دمو نزيها. لا نزيها، الكل بالبيت ما في حدا برا غيرها. ولي هلا امك بدها تنجلط 12 حلقة ضيوفة يا امك اليوم. لا تخافي بتدفعنا نص حقهم وبتربح علينا كمان. ما تفتحوا للباب. اهلا وسهلا. لا 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 يبعث لي امه. لك شلون نسيناكم؟ خير ماما؟ من شو نسيتونا؟ ايه مو صرنا نحل ونربط، ما عدنا عرموش العرموت. مرت عمي نحن جايين لعندكم خميس وجمعة. اهلين وسهلين، فوت لكان لعند ريبال عم يستناك، اعمل معه برتية طاولة زهر. لا، الزهر ميكروب اخترعوه منشان العالم تنصاب بالتسطح الدماغي، أنا ماني منصاب بهالميكروب. بدك تضل واقف هون مثل خازوق البحرة، فوت. لا، بفوت بسلم على عمي ريبال، بس من دون طاولة زهر. مرحبا جميعا. مرحبا شقيقاتي. اهلين نزيها. نبيل عديل قلت لك باتستوتا بده يحط جول ولا لا؟ فهمنا اللي بيسمع بفكرك تومتو باتستوتا. ليش انت مالك مع باتستوتا؟ انا مو فارقة معك، انا مع اللعب الحلو. وانا مع اللعب الحلو، اذا كان فريقين غرب عم يلعبوا، اما اذا منتخبنا عم يلعب انا معه خاسرا او مغلوبا. لك باتستوتا من فريق الارجنتين، شو علاقة بمنتخبنا؟ يعني اصله سوري، يعني كانه منتخبنا اللي عم يلعب. جول قول خرجك وهيك على الارجنتين. انا بدي اياهم يتعادلوا مشان يصير تمديد. ليش مو مصمم تربح الارجنتين؟ لك الارجنتين بدها تربح هيك ولا هيك؟ اذا صار نص ساعه تمديد بنتفرج على التلفزيون ومن خوزه ما بتخلي نص ساعه. شو هدفك بالحياه خوزه مرت عمك؟ انا جاي على بالي تتخوزق لشي مره، تذوق طعم الخازوق اكثر ما انا عم تخوزقني. شلون بدهم يرجعوني على الشام طالما نبيل ما طلق؟ شو حط ابوه تحت الامر الواقع؟ لا نبيل اللي دخله ولا ابوه اللي دخله. انا اللي بدي انقله. انت؟ ايه انا بكلمتين بحكي مع المعلم. تاني يوم بتكونوا. ايه لا هيك ما بقبل. يعني ام التنافس احسن لها؟ طبعا ام التنافس احسن لي من الشام اذا بالواسطه. لك وعم يتقمص كمان. لك جدبه إذا ما رجعتي هلأ من الهنادة بالواسطة ما رح يصح لك ترجعي بحياتك عالشام. ليش؟ بكرة بس يجيني شكر من اليونيسيف لح يعرفوا قيمتي بالوزارة ويرجعوني عالشام. وعلى شو الشكر من اليونيسيف؟ على مستوى تلاميذ مدرسة الهنادة، إذا ضلينا على هالسحبة لح يسبقوا تلاميذ الشام. إيه ما بدك تكون الهنادة نازلة بالخريطة لحتى تسمع فيها اليونيسيف؟ ولو
بالواسطه ما بقبل. لك هجيمي انت، هلا جايتنا فرصه ذهبيه، خلينا ننتهزها وندبر امورنا، بعدين بتندمي. انا ضد هالمنطق. لك يا حبيبتي يا نزيهة، لا تخليني اقول لك مثل ما قالت لك ماما، غير هالمنطق مو ماشي، يا بتمشي معه يا بتتاقلمي مع الهناده. طيب ماشي الحال، لا اسال جوزي. يعني موافقه؟ لا لسه ما قلت لا ايه ولا لا، لا اساله، هو دائما بيسالني. لك تصوري ما انزعها هي وجوزها وبدهم يناموا بالنص. وجع. شو عملت؟ مو الك، الا. مو الكون، الا اللي راح تسال جوزها. لا يا نزيهه، معقول تساليني عن هيك شغله؟ وسطة للشامي لا ارضى بها، ام التنافس بالعز احلى منزلي. قلت لحالي يا بنت اسالي قبل ما اقول لا بشكل قاطع. مجرد سؤالك هذا بدل على انك ما عندك ثقه فيني ولا عندك ثقه بمبادئي. هدي اعصابك نديم، هدي اعصابك، معقول يعني ما عندي ثقه فيك؟ طبعا، مجرد سؤالك هذا بدل على انك بتشكي اني يمكن اوافق تنتقلي على الشام بالواسطه. خلص ما بقى عيدها، وعد شرف. عن اذنكم رايح اقول لا وبالصوت العالي. رأ هذا الحكي ما معك في حق نو، وبلا انزع اسمع مني، ها هاي الفرصه ما بصح لك مره ثانيه. اخي انا هيك لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فسقني بالعز كأس الحنظلي. الأشجار تموت واقفة وعشام مذلول ما برجع. مين عامل لك مذلول؟ رح ترجع وراسك مرفوع. بواسطتك العظيمة ما رح يرجعوني رئيس قلم، أنا موظف عادي ما برجع. أصلا أنا مشان شغلة رئيس قلم ما بتناسب أحكي بنوب. شوف إذا بيقدر يزبطك مدير أهلا وسهلا، ما بيقدر يزبطك خليك وإما التنافس. عم تتمسخر؟ لا انا ما عم بتمسخر، عم بحكي جد. مدير مديره شو انا حسب السلم الوظيفي ما بحق لي اصير مدير الا قبل 10 سنين. حبيبي نحن حنطلعك بالاسانسير هي تبع السلالم، ما صرت غيرك عم يتعربش علي يا عربشي. انا هيك عقلي، ما بحب الشغله تيجي من فوق الاساطيح. الهناده بالحلال ولا الشام بالحرام. واسطة بالشام لا أرضى بها، والهنادة بالعز أحلى منزلي. علامها مرت المدير معصبة. مين مرت المدير؟ أنت مين يعني؟ أو مين المدير؟ البياض جوزك. مدير شو؟ لسه ما قررت، مع أني بفضل كون مدير دائرتي الأم الإحصاء. إذا هيك احكي مع مرتك ميبسة راسها، عليش ما بتعرف لمين طالعة حيوانة ما بعرف. ما في داعي يحكي معك، أنا موافقة، كنت رافضة مشان ما أسقط من عينه، فكرتك مبدئي. ولا زلت مبدئي، بس أنا وافقت لأني بقدر أكرس مبادئي أكثر من موقعي كمدير. وأنا شو؟ مبادئي بالشام ما بتزبط، أنا كمان عندي مبادئ. يا كان نديم اللي طول عمره شايف حاله عليكم دبرتوه مدير، بس عجاج اللي طول عمره عم يزق لكم اكياس الطحين مثل شو اسمه، يا دوب دبرتوا له لف الساندويش. عفوا اذا بتريدي، انا بحياتي ما شفت حالي، لا تطحشيني بالنص. بعدين انت معك شهادات، عجاج يا دوب على الابتدائيه. طبعا لسانس وخبره رئيس قلم فوق. اداره المطعم ما بدها شهادات، هي عجاج سلمناه مطعم الفلافل. مطعم الفلافل انا مشغلته، عجاج قاعد لا شغله ولا عمله. عجاج بيتدبر معك بلا شهاده رباه. المعلم بيدبر بلا شهاده، يا اما بيدبر له شهاده. خلاص صار مدير عينه. دخلكم صارت وصارت واشتغل التدبير، عينونا نبيل مدير. من غير ما تحكي كل اسهرتنا بده يصيروا مدراء. اجيك بروتستات.